على الساعة 10:41 دقيقة جاءنا اتصال إلى مركز التنسيق العملي الخاص بمديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، مفاده تصاعد دخان من سفينة محملة بصنادق الموز. وعند وصول عناصرنا إلى مكان الحادث قاموا في كمرحلة أولى بعملية التعرف، يعني لو ريكونيسونس، قاموا بإزالة العلب اللي كانت في المنطقة العلوية، وقاموا بعملية تبريد، يعني اون باراليل قاموا بعملية تبريد، وبقاو ينحوا يزيلوا في العلب الموز المتضررة حتى لحقوا المكان اللي فيه الحارق، وقاموا بإخماد الحارق